وين يا سليمة؟ أنا حبيبتك وياه ولازم أشوفك، ما لازم تتركني هون لحالي. ساعدني لأنه هذا الطريق ما رح يخلي إلا للموت. ساعدني لحتى أطلع من هون يا سليمة. أنا بردانة وخايفة، الدنيا عتمة وأنا بخاف من العتمة. منيح انه هالقصة مرقت على خير يا باشا، السلطانة هيام الله كتب لها عمر جديد. معك حق. الله أكبر. مالي مصدقة. جيبوا الحكيمة. أمي محمد، روح قلبي. سليم بيزيد، أنا فكرت
إني ما رح أشوفكم مرة تانية. الحمد لله إني شفتكم، والله كثير اشتقت لكم. نحن كمان اشتقنا لك يا أمي، أنت كثير مرضانة. مو مشكلة أمي، بكرة بطيب. مريم، ويقام وين مريم؟ وين بنتي؟ طمني ولا تخافي يا سلطانة، راحوا ليجيبوها. سنبل هلأ راح يجيبها وراح توصل بعد شوي. منيح، أعطيني بيزيد. أوبا. حبيب قلبي، كتير خوفتيني عليك يا سلطانة. أول ما سمعت أغمي علي، والله انقهرنا كتير عليك. والله القصر بدونك ما بيسوى شي. سليم، يا روح قلبي، ليش انتي نايمة بالتخت هون؟ أمك مرضانة شوي، لا تخافي علي، بكرة بقوم. مريم، هذا انتي؟ أنا أجيت يا أخي. تعي لعندي مريم، تعا محمد. الله يحفظ لك ياهن ويحميهن يا سلطانة. آمين آمين. مولاتي، نشكر الله أنك وصلتي بالسلامة. الله يسلمك ويطول بعمرك. بدي أتشكرك لأنك طلبتي تجيبوني لهون على الأسر، وأنا أجيت لهون بناء على طلبك. بس صار يلي صار. أنا ما سويت هيك مشانك، سويت هيك مشان الأولاد، لأنه هن اللي بيهموني. طيب وهي أنا رجعت، شو حيصير هلأ؟ بحب إنك تعرفي شغلة هيام، ما رح يتغير شي بخصوص القرار يلي أخدته، وبس الطيبي رح ترجعي على قصر بيقوز. لا مستحيل، جلالة السلطان ما رح يقبل بهالشي. رح أستنى وبجناحي كمان ومع أولادي اليوم اللي رح ينكتب فيه كتابي. لسه بترجع وبتفتح موضوع الزواج؟ طول ما أنا عايشة ما رح أسمح لهالموضوع يتم، مفهوم؟ أصلاً سليمان ما بيتزوج وحدة مثلك، هذا مستحيل. لا تضحكي على حالك بهالأحلام. بوعدك إنه رح يتم هذا الزواج. منشكر الله على سلامتك. شكراً يا سلطانة. تحسنتي شوي؟ الحمد لله تحسنت شوي. سلامتك يا هيام. الله يسلمك من الأذى يا سلطانة، وكل الناس يلي عم يحاولوا إنهم يأذوني الله رح يعاقبهم وياخد حقي منهم. رب العالمين بيشوف كل شي، كمان بيعرف كل شي عم بيصير. ما هيك سلطانة؟ أنت ليش ما عم تيجي عنا؟ أنا كتير اشتقت لك. حبيبتي، وأنا كتير اشتقت لك. أنا مو حابة إنه نروح من هون ولا أترك إخواتي مرة تانية. الله خليك يا عمتو، تركونا أنا وأمي نعيش بهذا القصر. هيا، في خبر حلو بدي خبرك اياه. انا هلا حامل بالشهر الثاني. ان شاء الله الف مبروك يا سلطانه، الله يتمم على خير. امين.
نهلك. جلالة السلطان سليمان المعظم، خليكي مرتاحة، ارتاحي. كيف صار وضعه؟ مولاي جسمه كتير تعبان وعنده شوية جروح، ونحن بلشنا بالمعالجة، بس لازم ترتاح فترة. اعملوا اللازم. نشكر الله انك بخير. نامي وارتاحي. سليمان، هنن اجوا بوقت متأخر. قال مولاتي سمحت لي اني اجي وشوف الاولاد. انا فكرت انت يلي بعدتهم. لو كانوا خبروني كنت منعتهم. ويمكن مشان هالسبب هنن ما خبروك. شو قصدك؟ لكن شو معناها انهم يجوا يجيبوني على القصر بالليل؟ كانوا بيقدروا يجوا بالنهار. هون في ناس بيكرهوني وهنن رادوا يقتلوني بهالطريقة. ومينن هدول اللي بيكرهوكي؟ ست الكل ولا إبراهيم؟ هدول اللي بدهن يقتلوكي؟ شو اللي خلاك تفكري بهالطريقة البشعة هي؟ انت بتعرفي شو يعني هذا الحكي؟ سليمان لا تزعل، طول بالك، من غير شيء أنا تعبانة، عم يخطر على بالي كل شيء. أنت بتعرف شو ساووا فيني، قتلولي حصاني اللي بحبه، وبعدها أحسن جارية قتلولي إياها، وبعدها بعدوني عن أولادي وعنك كمان. وهالحادثة اللي صارت معي ما بكفيها. سلطانة، حضرتك طلبتيني؟ بكفي هيك اسمها. انت هلأ فيكي تروحي لعند الأولاد. تحت أمرك يا سلطانة. درخانو، صدقيني ما بعرف كيف بدي اتشكرك. طلبي مني شو ما بدك. خير سلطانة، ممكن أعرف حضرتك على شو عم تتشكريني؟ لأنه أنت اللي بعتي لبالي بيك. لا سلطانة، الأم هي اللي أمرت. هالحكي مو صحيح، لأنه السلطانة بدها تخلص مني. أنا ممنونة إلك كتير سلطانة. بترجاكي تركوني برات هي المواضيع اللي بيناتكن. مهمتي بالحرم لك هي تنظيم أمور الخدم وبس. مشان هيك أنا ما بريد كون طرف بأي مشكلة بتصير بالحرم لك. درخانو، إن شاء الله قريباً أنا الوحيدة اللي بدها تأمر وتنهي بهذا المكان. ولبين ما يجي هداك الوقت بدي اياكي تكوني واقفة معي. فريال رح تتجوز عن جد؟ هي قالت لي بعظمة لسانها، وأنا استغربت كتير. والله غريب، شو صار لها فجأة؟ قال مقتنعة بهالشي ومرتاحت له. طيب مين العريس؟ منعرفه شي؟ ما قالت لي أي شي سلطانة. إيه؟ الله يهنيها.
حضرتك ليش طلبتيني سلطانة؟ وئام، هون بالقصر في ناس هدفهم يتخلصوا مني، ولهيك بدك تضل مفتح عيونك، بدك تجمع الجواري اللي انت بتوثق فيهم منيح لحتى يكونوا معي انا على طول. يعني لازم يوقفوا معي على الموت، يعني يكونوا بخدمتي وتحت امري ويعملوا مثل ما انا بقول لهم بالضبط. وهي حتكون مهمتك. طبعا انا بيشرفني انه ما توثقي غير فيني، وانا معك وبفديكي بروحي، بس الموضوع ما نو بهالسهولة وبده شوية وقت. مو مستعجلة بنوم، عمل اللي انت بتشوفه مناسب. عم تستنانا حرب طويلة معهم، يا اما مننتصر يا اما رح نموت كلياتنا. لا تقولي هيك يا سلطانة، الله لا يقدر انه نموت. انا صاير عم خاف. وئام، لا تخاف، هنن يلي لازم يخافوا. مو معقول شو طالعين حلوين. رح ابعتكن لعند ابوكن مشان يشوفكن. لا ما تبعتيون هلأ، هلأ السلطان بيكون مشغول. كمان أنا حابة تخيطولي عباية حلوة. وينو بيزيد؟ هو نايم سلطانة لأنه كان تعبان شوي. منيح. ليش جاية لك؟ وئام بعتني، حسب ما قال لي سلطان في عنده خلوة الليلة. مين هي؟ وئام ما قال لي مين هي، بس قال لي نسألك شو نساوي. وصلوا لك الأخبار؟ بس مدام ما بعتوكي لعنده معناته راحت عليكي. أنا أمه لمصطفى. وبتعرفي إنه ابني هو اللي رح يكون ولي العهد، وحفلة اليوم بتأكد هالشي. سلطانة، السلطان رجع على الجاري. ما عجبته يعني؟ رجع عن الباب مولاتي السلطانة حتى إنه ما شافه. سلطانة شوفي، كأنه صاير شي مو عاجبك. سلطانة أنا بعتذر على إزعاجك.
شوفي وئام، جايب لك أخبار كتير منيحة. أنا لقيت لك الشخص المناسب، حارس القصر برجم آغا. شو رأيك؟ كتير مناسب مو هيك؟ فهمته منيح شو لازم يعمل؟ طبعا يا سلطانة، ورح يعمل هالشغلة ويطلع منها من دون ما حدا يحس عليه، كوني واثقة. عفوا سلطانة، آسفة إذا زعجتك. فوتي هيام. شو الوضع طمنيني؟ تعبانة شوي فقلت لأجي ارتاح. منيح، انتبهي لكم، هالمرحلة أصعب شي. مو قصدي إني إزعجك، حكيت من دون ما انتبه. عم بحلم بهاليوم من وقت ما مات الولد، وقريباً رح يتحقق حلمي وحيصير ابني بحضني، بس هالخوف اللي بقلبي ما عم بقدر شيله بنوب. بلكي هي المرة صار له شي كمان. لا تخلي الخوف يسيطر عليكي، ابنك رح يولد ويكبر مع أولادنا، وبكرة بتشوفي ورح نعمل له حفلة طهور كمان، طبعاً إذا إجا صبي. خديجة، أنت ريحي حالك، انسي كل شي ولا تفكري بأي شي. بصراحة أنا ما عم فكر بابني وبس يا هويا، عم فكر بإبراهيم أكتر منه. مو عارفانة ليش عم ضلني خايفة عليه، مستحيل أقدر أعيش من دونه، ما فيني أتخيل هيك شي. ما بدي ربي ابننا وهو مانو موجود معي. أنا كتير بحب إنه نقضي عمرنا مع بعض، والله العظيم أنا مو طالبة أكتر من هيك يا هويا. ما عم أقدر أنسى كلامه ليعقوب، قال لي إنه زوجي رح يموت بسبب طموحه. سلطانة، مولاي السلطان قال بده يشوفك. لا تخافي علي، أنا منيحة. وئام، عن جد بده ياني؟ ايه يا سلطانة، وقال لي مشان تروحي على الحديقة الخاصة فورا. ماشي، روح بسرعة قل له للزلمة غيرت رأيي، ما عاد بدي تراجعت. اي يا زلمة، وعن شو تراجعتي؟ ما نحن اتفقنا مع واحد لحتى يقتل ابراهيم، بعت له خبر لحتى ما يعمل له شيء. ليش ما نقتله؟ ما بقى بدي حدا يموت بسببي، ما بكفي اللي ماتوا، روح بسرعة وقل له. ماشي، بس انا ما بعرفه للزلمة. لكن قل له لبرجم آغا. لك يلا بسرعة، روح يلا. أمرك يا مولاتي.
مولاي. أهلا وسهلا يا هويام. قالوا لي إنك طالبني. إيه، في شغلة حابب ورجيك إياها. شو بدك تورجيني؟ ما فهمت عليك. تعالي معي. شو اللي عم بيصير؟ إبراهيم، بدي أقول لك شغلة. وأنت أول واحد رح يعرف، لأنك وزيري الأعظم وكمان قائد الجيش، ولأنك مثل أخي ورفيق دربي كمان، وهي الشغلة لسه ما حدا بيعرفها. بخصوص شو يا مولاي؟ مثل ما بتعرف قريبا في عنا حفلة طهور الأمراء، بس هي الحفلة حيكون إلى مكان كبير، لأنه بهداك الوقت أنا راح أكتب كتابي على السلطان هويام. هالشي رح يضل سر بيناتنا، وعدني إنك رح تحافظ عليه. لا السلطان الأم ولا هويام ولا حدا يعرف. فهمت علي؟ فهمت يا مولاي، فهمت. أنا بصراحة مسؤول عن كل شي صار للسلطان هويام هذاك اليوم. الوجع اللي توجعته هويام أنا كنت السبب الأساسي فيه. هويام بأمانتك، ولازم تداريها مثل عيونك. إذا بتكون ماشي وبتوقع، أنت راح تكون مسؤول قدامي. طلعي. لقد اجتمعنا في هذا اليوم الميمون من أجل أن نكتب كتاب السلطان سليمان على السلطانة هويام، على سنة الله ورسوله وبحضور الشهود. هنن عم يكتبوا كتابنا؟ هل تقبل بالسلطان سليمان ابن السلطان سليم زوجا لموكلتك على سنة الله ورسوله وبحضور الشهود؟ بقبل يا مولانا. علي لي صوتك. اي نعم بقبل. سمع يلي برا. قبلان يا مولانا. كوكيل عن السلطان سليمان، هل تقبل بالسلطانة هيام بنت عبد الله زوجة لموكلك السلطان سليمان على سنة الله ورسوله؟ نعم مولانا. علي صوتك. نعم قبلت. سمع اللي برا. نعم قبلت. انتو كشهود بعد موافقة وكلاء العروسين تشهدوا على الزواج؟ نشهد. سمعوا اللي برا. نشهد. أنا عقدت زواج بناء على شهادتكم على نية التوفيق. خلينا نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان بنتي حبيبتي ونور عيوني يا هويام، وحياتي كلها أنتي. أنت اللي رح كمل طريقي معها لآخر لحظة. مبروك يا سلطانة.